هذا اللي نبي يعني. نرجع ونفكر ان انتم كنتوا اذانا صاغيه، احنا كنا اذانا صاغيه، ولكن لما نيجي الوقت انه في احد يبي يتكلم، منو بتكون الاذن الصاغيه له؟ منو بيسمعه؟ احنا لمده ساعه و36 دقيقه سمعناكم، والحين صار الوقت انه اطلبكم بانكم تكونون اذان صاغيه لمده 3 دقائق بس، وركزوا وشوفوا اذا لقيتوا نفسكم بين السطور والكلمات. هل معقول؟ هل معقول بأن احنا نفقد الأمل بهذه الدنيا تماما؟ هل معقول بأن احنا نخلي كل الناس سواسية مع بعض؟ إذا حتى الناس قالت أصابع ايدك مو سوا، هل معقول بأن حتى اللي قاعد يضايقنا اليوم نقول خلاص الناس صار ما منهم أمان، القلوب صارت ما تحب جد، الناس صارت ما تحب عدل، وا 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 إلى آخره؟ ترى اليأس مرحلة جدا خطيرة، ترى أن انت تفقد الأمل بكل شيء حوالينك هذا شيء أخطر وأخطر، ترى ان انت ما تبدي تبتسم وما تبدي تحب وما تبدي تثق ولا تبدي ان انت حتى تسلم قلبك لأحد، هذه مشكلة أخطر وأخطر. بتعيش من عزل مثلا، بتكون بروحك، ما تبي أحد حوالينك. ثق وآمن بأن في ناس علشانهم راح تتغير، في ناس علشانهم راح تبتسم، في قلوب حلوة نفس قلبك، في ناس أخلاقها راقية نفس أخلاقك، في ابتسامات موجودة ولو طواها وأخفتها الأيام ولكنها لا تزال موجودة، بهمس ممكن تطلع، بكلمة حلوة ممكن أنت تحس فيها. ابتعد عن اليأس. في يوم من الأيام كنت أقول بأن ما عاد في حب صج، ولا يمكن أحب بعد خلاص، ولا أبي أدخل نفسي في هذه الدوامة، ولا أبي علشانك، علشانك هذه الكلمة بس أقول، علشان أمي، علشان أبوي، علشان أخواني، علشان ربعي المقربين والناس اللي تجمعني فيهم عشرة، بس فقط لا غير، ما أثق بأي قلب غريب، أي قلب أنا ما عاشرته من قبل. من بعد ما تبطلت البيبان بشكل غير متوقع، من بعد ما فتحت عيوني على قلوب حلوة نقية، من بعد ما استوعبت الطفل اللي يعيش داخل الإنسان، من بعد ما استوعبت المشاعر الزكية، من بعد ما شفت أيام حلوة، من بعد ما الابتسامة تسبقني كل ما طريتك وتكلمت عنك، من بعد ما شفت بأن أنت صدق اللي ممكن أني أخلي ثقتي بالناس ترجع حبة حبة، أبعدت اليأس عني حقا، جعلتني إنسان مؤمن بالحب حقا. أنت، أنت وبس أصلا، ما في غيرك بالبلد، ما في غيرك بين البشر اللي قدر يغير كل مفاهيم الحقد في قلبي وبدلها لمفاهيم حلوة، اللي قدر أنه يوخر كل الحزن بعيوني. والله العظيم يا جماعة ما هي مبالغة، والله العظيم ما هو كلام مصفصف ينقال، بس في مرة من المرات وثقت بقلبي وقلت له روح بتبعك وبشوف. مو يقولون لا تحكم بقلبك احكم بعقلك، مو يقولون لا تنجرف بحاسيسك، بس مو دايما، مو دايما لازم اكون على صواب، مو دايما لازم امشي انا ورا العقل، مو دايما لازم احتم و ففيها اليوم هذا سمعت وكنت كلي اذانا صاغية لقلبي، دلاني على طريق، مشيت بهذا الطريق خطوة بخطوة وبكل حذر، لين لقيت نفسي واحد من أسعد الناس بالدنيا، براحة بال، باهتمام، بمحبة، بأخلاق. صرت مغرور ومتعالي، ولكن مغرور ومتعالي بالحب. صار الحين في شخص أقدر أقول له علشانك، علشانك شنو ممكن أسوي؟ فكر بينك وبين نفسك شوية، اسمع لنفسك شوية، وشوف من الشخص اللي علشانه ممكن تسوي، شوف من الشخص اللي علشانه اسمه يطري على بالك، ممكن ان انت تمشي دروب طويلة، بس ممكن ان انت تضم ايدك على ايده، ممكن ان انت تحبه مثل ما حبيت ولا شخص بالدنيا من قبل. من الشخص اللي ممكن يرجع لك الثقة؟ خلك، خلك بينك وبين نفسك كلك اذان صاغية لأول اسم يطري على بالك الحين، اكتبه، كلمة، راسله، ابتسم له، حسسه بقدره، حسسه بانه هو الانسان اللي قدر يغير اليوم، عسى يقدر يغير دوم. علشانك، علشانك بس رجعت أثق بالحب، علشانك بس قدرت أمسح كل الذكريات السيئة، علشانك قدرت أتغلب على اللي جرحني وعلى اللي قهرني، قدرت أتغلب على اللي خلى الناس كلها تصير بعيني سواسية، وها بالسوء مو بالزين، غلبت اليأس علشانك، مشيت دروب الحب علشانك. أنت، أنت يلي كنت لي آذان صاغية من بعد قلبي، دلني على طريق خلاني فيه ألاقيك، مشوار متعب صحيح، مشوار مظلم، ولكن لقيت النور في نهايته. ها، إذا كنت كلك آذان صاغية لقلبك في يوم من الأيام، وين راح يوديك؟ هل ممكن بأن أنت تكون إنسان متفائل؟ هل ممكن بأن أنت تبتعد عن اليأس؟ صح،
بتقول شكرا للناس السيئة في حياتنا علمتنا. بس لمتى بتعيش بدوامتهم؟ لمتى بتفكر فيهم؟ لمتى بتعطيهم أكبر من قدرهم؟ مو بس كلام تكتبه وتفنن فيه، مو بس حكم تقولها وتقول إيه والله من بعدها. شوف هذاك الإنسان اللي لما تشوفه تحس الدنيا بخير، تحس الكل وده يغني ويطير، تحس أن أنت شفت جد شيء مهول، شيء جميل، شيء تقدر علشانه تبيع كل الخطوات السيئة والهموم واليأس وتبتسم وتعيش. علشانك حبيبي وبس أبمشي لك دروب الحب.